خمسة أخبار مهمة ومفرحة لكل العراقيين، منها خبر يخص رواتب المتقاعدين وآخر يخص رواتب الرعاية وخبر حول وزارة الكهرباء. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق والوظائف. قبل البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلك الأخبار العاجلة والمهمة. نبدأها بالخبر الأول. العراق يسجل قفزة في عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حيث بلغت 1940 حالة. ننتقل إلى الخبر الثاني، حيث التربية توضح آلية إضافة درجة القرار، حيث بيّنت وزارة التربية المديرية العامة للتقويم والامتحانات تنفيذ قرار هيئة الرأي الذي أقر سابقا حول آلية إضافة درجة القرار 10 درجات. وأوضح المكتب الإعلامي أن المديرية أوعزت للمديريات العامة في المحافظات أن إضافة القرار تكون على إلغاء أي درجة قرار سابقة، وتعتمد درجة القرار الحالية بإضافة 10 درجات للتلاميذ والطلبة من الصف الخامس الابتدائي إلى الصف الخامس إعدادي، وبضمنهم تلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الصف الثالث المتوسط. وأضاف البيان أن مدير المدرسة يقوم بالرجوع إلى سجل الدرجات الخاص بالمدرسة، أي درجة لديه في صفحة الطالب 40 فما فوق يتم تعديلها إلى 50، مبينة أن درجة القرار تضاف في سجل الدرجات الخاص بالمدرسة السجل الوسطي فقط، ويمنع التدوين أو التأشير على دفتر التلميذ والطلبة. ننتقل إلى الخبر الثالث. وزارة الكهرباء مخاطبات عليا لتأمين المستحقات المالية لأصحاب العقود والأجور اليومية، حيث قال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية إن الوزارة حريصة على تسليم المستحقات المالية لأصحاب العقود والأجور اليومية وتأمين مستقبلهم لما قدموه من خدمة كبيرة للوزارة في ظل تحديات الوضع الصحي في البلاد. وأضاف أن الوزارة خاطبت بكتب عدة السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوفير مستحقاتهم المالية من خلال الموازنات وتخصيص درجات الحذف والاستحداث وتوزيعها على المستحقين. وأشار إلى أن الوزارة أرسلت كتابا إلى مكتب رئيس الوزراء وإلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء طالبت من خلاله صرف المستحقات المالية من أموال الموازنات الاستثمارية الواردة للوزارة من مردودات جباية الكهرباء التي تعتبر من الموازنة التشغيلية وليست الاستثمارية. وتابع أن بعض الموظفين من الأجور والعقود تم تعيينهم على المشاريع الاستثمارية، لكن عدم إقرار الموازنة وجائحة كورونا أدت إلى توقف تلك المشاريع. وتابع موسى أنه بعد إقرار الموازنة سيكون هنالك درجات من الحذف والاستحداث، وسيراعى فيها القدم بالعمل مع الكهرباء والحاجة الملحة لدى الوزارة، فضلا عن نقاط عدة منها ذو ضحايا الإرهاب وذو الشهداء وجزء منها لأصحاب الدرجات العليا. وبالتالي المفاضلة الأولى ستكون لمن عمل مع وزارة الكهرباء لمدة طويلة. ننتقل إلى الخبر الرابع. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحدد موعد إطلاق الدفعة الرابعة من رواتب الرعاية الاجتماعية، حيث قال الناطق باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد أن الوزارة ستطلق الدفعة الرابعة من رواتب الرعاية الاجتماعية لشهري تموز وآب. وأضاف أن الوزارة ونتيجة للظروف الراهنة ولمساعدة الأسر الفقيرة سعت إلى تقديم موعد إطلاق الدفعة الرابعة خلال الشهر الجاري. وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت أن وزارة المالية وعدت بإطلاق تمويل راتب الدفعة الرابعة خلال اليومين المقبلين. ننتقل إلى الخبر الخامس والأخير. تعلن هيئة التقاعد الوطنية عن دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز 2020، وبإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم. ومصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تموز. متابعينا الكرام، إلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلك الأخبار العاجلة والمهمة. تحياتنا لكم.